السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع كتيرة جدا بتوع الذكاء الاصطناعي، لكن هنحاول نركز للمرة دي على موقع مهم جدا لزيادة الانتاجية بتاعتك عشان تركز الشغل بتاعك، مش مجرد ان انت تلعب في صور وحاجات زي كده. الموقع ده فيه زي ما انت شايف 5 ادوات، في AI generator بيساعدك في كتابة نصوص، يساعدك في تنظيم الافكار، في حاجة خاصة بالتاسكات تقدر تكتب التاسكات وتنظمها بالشكل دوت، في نوتس تقدر تحط نوتس، ممكن تبدا انت تكتب اول كلمتين هو يكمل لك، في مايند ماب تقدر تعمل خرائط ذكيه بالشكل دوت، في فيديو شات، والجميل ان هو بيشتغل على اندرويد، الاي او اس، الماكنتوش، ويندوز، كل الحاجات ديت. طيب عايزين نشوف السعر، لان اي حاجه الناس تقعد تسال بعد كده. طيب دي الاسعار في بيرسونال، يعني لو انت عايز حاجة شخصية ليك ان انت تعمل ورك سبيس واحدة والتلات اعضاء وليك مساحة 250 ميجا، ده فري فجربها، وبيقول لك في 1000 AI جنريتور كل شهر. طيب كل عليك ان انت هتقول له ساين اب فور فري وتخش الحساب بتاعك جوجل مثلا، هو بيسألك انت عايز تستخدمه في ايه فور بيرسونال، وهتسميه ايه؟ هسميه عمر، الكلر اللي انت عايزه، وليك ان انت تضيف 3 اصدقاء او تبعت لهم الدعوة. وبيقولك بقى شوف الفيرست بروجكت عايزه بقى الشكل، انا اقول له انا عايز اجرب كل الحاجات، اقول له ليت ستارت. فبقى كويس ان في موقع واحد بتدير منه التاسكات بتاعتك، وبالذات ان هو في منه موبايل فهيبقى سهل لك الشغل. يعني هي نفس فكرة نوشن، تمام؟ دي هنا سيت اس ديفولت فيو، ممكن تشوفها على هيد بورد، ممكن تشوفها كاليندر بالشكل دوت، ممكن تقول له اكشن ايه الحاجة الاساين والتاريخ بتاعها والكومنت وهكذا، ممكن تشوف مايند ماب تقدر تضيف زي ما انت عايز، في اورجانيزيشن شارت بالشكل دوت. اتمنى ان شاء الله يكون موقع مفيد ليكم باذن الله، وتقدر تحمل الابلكيشن اللي انت عايزها عشان تعمل حاجه على الموبايل تقدر عندك في المتصفح على طول.